أنتم تشاهدون برنامج شارع سعودي من قناة السعودية، معي أنا صلاح الغيدان. السلام عليكم. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في أولى أخبارنا. انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بأبنائه المواطنين والمواطنات وتلمسا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20% واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وتستمر حتى دفعة شهر ديسمبر من عام 2023. وتضمن التوجيه الكريم التالي: أولاً، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً. ثانياً، استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن. ثالثاً، استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن. رابعاً، استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة 3 أشهر تستمر حتى حساب المواطن تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023. خامسا، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات برفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا. صدر أمر سام كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية تمتد على 3 مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة وصولا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون تحت إشراف مجلس المحميات الملكية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية إلى أكثر من 30,000 كيلومتر، ما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، علاوة على ما تزخر به من ثروة حيوانية وسمكية ونباتية وتمييزها الثقافي في مجالات الفنون والعمارة وأصالة هويتها من خلال الفلكلورات الشعبية التي تجسد الهوية السكانية لكل منطقة، إذ تحتوي على أكثر من 100 قرية تراثية لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة. وستسهم المحمية في رفع نسبة المحميات الملكية في المملكة من 13.5% إلى 14.9% للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030 للميلاد. تأسس مشروع سلام للتواصل الحضاري في عام 2015 تحت مظلة اللجنة الوطنية التابعة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بوصفه مشروعا وطنيا لنشر ثقافة التواصل الحضاري. ويواكب رؤية المملكة 2030 مسترشدا بمحوري وطن طموح ومجتمع حيوي خلال رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة وإبراز مظاهر التعايش والتسامح. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي لسلام للتواصل الحضاري. دكتور محمد، الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير أخوي صلاح، ورحب فيك ورحب بالأخوة المشاهدين والمشاهدات. دكتور محمد، سلام للتواصل الحضاري، تحدثنا عنه. مشروع سلام للتواصل الحضاري هو مشروع إنشاء عام 2015 تحت مظلة اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وهو يهتم بجانبين أساسية: الجانب الأول مجد صور التواصل مع الثقافات، والجانب الثاني هو تحسين الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية وإبراز منجزاتها الحضارية، وذلك من عدة برامج ومبادرات أطلقها المشروع قبل تأسيسه، وكان يمكن من أهمها برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي. اليوم الحمد لله وفي ظل ما تشهد المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 من تسارع في مجالات التنمية والتأثير المحلي والعالمي،
والحراك الثقافي الذي تقوده المملكة العربية السعودية كان يتطلب هذا، لابد من وجود جيل واعي بهذه بهذا التطور بهذه التنمية، وكان لابد من هذا الجيل أن يكون حقيقة مؤهل لنقل هذه الصورة للعالم في عدة محافل، سواء المحافل العالمية أو المحافل المملكة العربية السعودية أو في أماكن التأثير في المجال الدولي. ولذلك كان مشروع سلام يعمل على هذه المجالات من خلال زي ما ذكرنا عدة برامج ومبادرات. دكتور محمد، أنتم عندكم الأيام هذه تسجيل في برنامج القيادات الشابة، صحيح؟ صحيح. كيف يوصل لكم الشباب؟ وش الشروط باختصار؟ أي الحمد لله، اليوم اطلقنا اليوم النسخة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، والبرنامج الحمد لله منه يعني يلاقي قبول كثير حقيقة من الشباب السعودي، وهو يستهدف الجيل الشاب السعودي من 20 سنة إلى 32 سنة. بإمكانهم الدخول على موقع مشروع سلام التواصل الحضاري والمشاركة به. والحقيقة السنة هذه قدمنا نسخة جديدة متطورة في كثير من المجالات، واستضافت حقيقة بيوت خبرة محلية ودولية وعالمية لإفادة الشباب من خلال البرامج التدريبية والالتقاء مع المسؤولين ومنسوبي مشروع سلام، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات اللي ستنطلق بإذن الله عز وجل في هذه المشاريع. الدكتور محمد السيد، وهو المدير التنفيذي لبرنامج لمركز سلام للتواصل الحضاري، كان معنا ضيفنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل، مخاطر الاحتيال في الذكاء الاصطناعي على طاولة الشارع السعودي. أهلا بكم في الشارع السعودي. اليوم بنتكلم عن الاحتيال. زمان كنت عند الصراف ومن الذهانة اللي فينا يقول لك انتبه، تخلي حد يسدد لك. بعضهم كانوا يجون مثلا لشقة إرهابية أو فاتورة كهرباء تعود لشقة مشبوهة، عشان هو ما يعني ينكشف، فيروح عند الناس يقول تكفى يا ولدي ما عندي الصراف هذا، خذ الفلوس كاش وانت سدد. يسدد فجأة لأمن الدولة، هي يعني يكلمونك ليش تسدد الفاتورة هذه وإثبت المهيب لك. توعوا الناس الحمد لله. شوي جاء الواتساب، عطني بطاقة، عطني ترى البارح باي ذا واي، برحب ضيوفي بعد شوي. البارح جاني واحد من الشباب من 3 سنوات ما كلمته يقول عطني بطاقتك بسرعة 600 ريال، وهذه لها تطور وبعطيكم بعد شوي. حلقتنا اليوم مهيب عن الاحتيال اللي عند الصرافات، ولا هي عن احتيال الواتساب، احتيال الذكاء الاصطناعي. صوتك وصورتك يطلعونها للناس الآخرين وكأنك أنت، فيبيلنا ننتبه. وعندنا ضيفين متخصصين في هذا المجال، ورحب بالمستشار التقني الأستاذ عصام بن عبدالله القبيسي، وهو خبير الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي ومؤسس وثائق الحماية. حياك الله أستاذ عصام. يا هلا، حياك الله أستاذ صلاح، رحب فيك ورحب بالسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين. وأنا زي ما كنت أقول يعني قبل الحلقة، سعيد أني معاك اليوم يعني، وسعيد بإذن الله نقدم مادة تضيف للسادة والسيدات. الناس مرة متعطشين لمثل هالحلقة، والدكتور عبد الرزاق بن عبد العزيز المرجان، رئيس مركز الجرائم السبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف للعلوم، في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. صحيح. دكتور عبد الرزاق الله يحييك. أهلا وسهلا فيكم، وحقيقة أتشرف في اليوم أن أكون ضيف عندك في برنامج الشارع السعودي، وهو من البرامج المهمة، وأشكركم على التطرق لهذه القضية، لأنها قضية الآن أصبحت قضية عالمية، وأثبتت دراسات أو تقارير دولية أن هناك جرائم ارتكبت باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تم استخدامه من قبل المجرمين للحصول على أموال أو كذلك لأمور سياسية أثارت الشغب في بعض الدول. فهذا موضوع جدا مهم ويؤثر بشكل كامل على الأفراد أو على المجتمع أو حتى على الدول. طبعا لا يمكن أن احنا في الشارع السعودي نحكي عن الذكاء الاصطناعي وما يكون معنا سدايا، فجزاهم الله خير، الله يوفقهم سدايا، وبيكون معنا المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي لسدايا في ثنايا الحلقة يعطينا وجهة نظر سدايا في هذا الموضوع، وأشكرهم على سرعة التجاوب. دكتور عبد الرزاق، أنت شرحت على المعدين، تقول ليتكم علمتوني من قبل عشان أنا أسوي لكم شيء بايلوت كذا في الصميم، صح؟
صحيح. طيب الحلقة هذه ذواقة وتمهيد، وعندنا تقرير أصلا بغى يسوينه الشباب صوتي وكذا، وبعدين هو صوت المراسل، بنأجله للحلقة ذيك إن شاء الله. خلاص إن شاء الله، يعني الآن وعد إن عندنا حلقة ثانية إن شاء الله. طيب ممتاز. أبدأ معك الأستاذ عصام، ما هو أشكال الاحتيال في الذكاء الاصطناعي؟ طيب أول شيء عشان أبو طلال ما يعني نخوف السادة صامت المشاهدات والمشاهدين على موضوع الذكاء الاصطناعي، هو نعمة وتقنية موجودة راح توفرنا كثير من الخدمات وكثير من الحلول بإذن الله تعالى، وإحنا في المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو سيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، في عمل وجهد جبار في موضوع الذكاء الاصطناعي، وفي جهود جبارة بذلت في هذا المجال، إلا أنه لما نجي نتكلم في عمليات الاحتيال اللي قاعد تصير المختلفة، طبعا أنواعها كثيرة، تتكلم في احتيال صوتي، في احتيال مرئي، في احتيال بطرق مختلفة، يعني دائما كنا نتكلم أنا والدكتور قبل اللقاء أنهم دائما يبدعون، المحتال يبدع في كيف أنه يقنع الضحية الموجود أمامه، فاليوم إحنا نتكلم عن طرق مختلفة، يجيك مثلا في صوت، يجيك في حتى الآن وصلنا في الذكاء الاصطناعي أنه ممكن يجيك بشكل الشخص صورة. اللي أنت بصورة صح. فيديو يتواصل معك كأنك تشوف كأني جالس مع الأستاذ صلاح يعني، لكن هو ما هو صلاح ويطلب مني أشياء معينة، لكن هذه الأشياء لا يمكن يعني أنه تعطيها لشخص تثق فيه، فدائما إحنا نتكلم التقنيات موجودة والخدمات التقنية موجودة، والمملكة الحمد لله ماشية في هالموضوع بشكل كبير، والاقتصاد العالمي طبعا متوجه لموضوع اللي هو التقنيات الذكاء الاصطناعي، بالعكس أنها راح ترفع من موضوع الاقتصاد بشكل كبير، وفي أرقام وتقارير ودراسات على هالموضوع، لكن إحنا نتكلم اليوم على موضوع وهو مهم جدا اللي هو دائما الضحية، وعي المستخدم في العمليات الاحتيال، وعي المستخدم كيف يتعامل مع عمليات الاحتيال هذه، يعني أنت دائما لابد تكون ذكي، يعني هذه الأجهزة هذا الجوال دائما موجود مع بالبيت عندك من الطفل الصغير إلى الوالد الله يحفظهم والوالد، فدائما احنا نقول هم كيف يتعاملون مع هذه التقنية، لابد يكون عندهم وعي، موضوع التوعية مهم جدا جدا جدا، وبالمناسبة احنا هذا الشهر يسمى شهر التوعية في موضوع الأمن السبراني على مستوى العالم، ففي جهود تبذل في هذا الموضوع انك توعي الناس انه لما يتواصل معك شخص يقول لك انا من البنك الفلاني، لما يتواصل معك شخص يقول لك انا من الجهة الحكومية الفلانية، في رمز او كود جاك عبارة عن 4 أرقام عطني اياها، هل تعطيها إياه؟ لا طبعا ما تعطيها إياه، وهنا بس في ناس يعطونهم إياه، في ناس مع الأسف يعطيه الرقم ويتابع معه يقول له ها وصلك الرقم تأكد، بس أكد لك مرة ثانية عندنا 3 أطراف زي ما قال الأستاذ عصام، عندنا التقنية المظلومة من البشر المحتالين واللي المفروض أنها تسهل حياتنا استخدموها الناس عشان يحتالون على الناس، وعندنا الضحية صحيح، ولا نقول أن كل الناس ضحايا لا، يعني أغلب اللي تابعنا اليوم فاهمين واعيين، وصلوا أنت تشوف الطقطقة في تويتر صحيح. بعض الأحيان صحيح. على الناس اللي يحتالون، لكن ما زالوا فيه ناس ينطلي عليهم الموضوع هذا، وعندنا الله يسلمك اللي هو المحتال اللي وظف القضية، كيف تتعامل يا دكتور عبد الرزاق المنظومة العدلية مع مثل هذا الاحتيال؟ هل يعتبر هذا يعني احتيال مكتمل الأركان؟ ممتاز، سؤال جدا في قمة الأهمية. أول شيء إحنا لما نتكلم، أنت ذكرت الآن نوع من أنواع الاحتيال المالي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، هنا نتكلم أحد المشاكل اللي توجهها طبعا لما تقوم أو ترتكب جريمة ضدك، فأنت أول ما تقوم بجمع الدليل الرقمي وتتجه للجهات الأمنية، هنا أول خلاف كيفية أنك تتأكد من هذا الدليل الرقمي، لأن احنا نتكلم عن نظام الإثبات الآن، في نظام إثبات جديد صدر قبل سنة ونص أو سنتين صح. في المملكة الآن دخلت شوائب في هذا الدليل الرقمي، ودخلت الآن كيفية مصداقية هذا الدليل، لأنه الآن أصبح من الصعب أنك تفرق ما بين إذا كان هذا حقيقي أم دخلت عليه تقنية الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي كيف سخروا كأداة لمحاكاة واقعة ليست موجودة، فتم الآن احنا نسميه إنتاج، فتم إنتاج شيء غير موجود مفبرك، لكن بفبركة استخدمت تقنيات مثل الديب ليرنينج وهو التعلم العميق حتى يحاكي الحقيقة، وهنا يصعب على المحقق تمييز هذا الدليل الرقمي،
سيتجه إلى العدالة الجنائية كما ذكرت، إلى الأدلة الرقمية. الأدلة الرقمية ستجد تحدي آخر في مضاهات هذه البصمة. هل هي بصمة الصوت الحقيقية على سبيل المثال؟ احنا نتكلم عن بصمة الصوت اللي هي أصعب، أو هذا شخص مفبرك. تتجه الآن إلى نسبة إذا كان حقيقي أم غير حقيقي باستخدام الذكاء الصناعي، وهذا تحدي آخر. عندما تتجه إلى القضاء أو العدل كذلك ستدخل في اتجاهنا الآن، ما هي نسبة مصداقية الدليل الرقمي؟ لأنه دخلوا شوائب، الشوائب هذه نتكلم عنها هنا الصعوبة الحقيقية. فأنت تتكلم عن منظومة العدلية بعد دخول الذكاء الاصطناعي، أصبح من الصعب جدا أن تفرق في, 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 في ذلك. لذلك الآن أصبح التدريب مختلف، التدريب الآن لجهات إنفاذ القانون وجهات التحقيق وجهات كذلك القضاء حتى تتأكد من هذه المنظومة بالكامل، وكذلك إعداد تقنيات خاصة في معامل الأدلة الجنائية حتى تتواكب، لأنه حتى الآن على مستوى الدولي هذه من التقنيات الناشئة وصعب جدا التعامل معها، فنسبة أنها تكون 100% أنها تتأكد منها ليست بالبساطة. أنا ذكرتك قبل قليل يعني من بعض الجرائم اللي حصلت في بريطانيا، دخل وفبرك أحد السيدات فبركة الصوت طليقها، أو كانت لديها مشكلة مع طليقها وكانت مشكلة الحضانة، فقامت بفبركة صوت طليقها بأنه كان يسوء استخدام أو معاملتها، وقدمتها للمحكمة على أنه هذا لن يكون قادر على حماية أبنائها وأن هذا أسلوبه معه، فرفض وتم توجيهها إلى 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 الأدلة الجنائية حتى يتأكدون من الدليل. فكانت هذه أحد الأسباب الموجودة والإشكاليات الكبيرة. فنحن نتعامل مع موضوع مختلف جدا، نتكلم عن generative AI كذلك حيكون أعمق من الديب فيك، لأنك تتكلم الآن على واحد من الأشياء اللي هو صروح استخدامات الذكاء الاصطناعي باستخدام الديب فيك، وهي واحدة من الأمور بالصوت أو الصوت والفيديو. فأنت تتكلم على مجموعة من التحديات التي تواجههم. كذلك لما تتكلم عن الاحتيال المالي، أنت تدخل بمجموعة جرائم في جريمة إنتاج، بعد ما تنتج أنت تقوم بالهندسة الاجتماعية بجمع معلومات حتى تستطيع الدخول، بعد ذلك تقوم بانتحال شخصية، ومن بعد ذلك انتحال شخصية شخص آخر، تقوم بالحصول على أموال بطريقة غير شرعية، وقد هذا واحدة من الدوافع، ليس الدوافع جميعها فقط اقتصادية، قد تكون في سياسية، قد تكون في اجتماعية كما ذكرت قبل قليل في حادثة الزوج والزوجة. ممتاز. فجرائمها كثيرة وصورها كثيرة. أنا متقمص شخصية المشاهد اللي يسمع، ما ودي أقاطعك لأن كلامك مسترسل ويوصل الفكرة، وأنت أستاذ عصام ودي أسألك كيف يحمي المشاهد اللي يشوفنا اليوم نفسه من الاحتيال اللي وقع في بريطانيا ومن احتيال المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي. ابدأ الآن ارسل رسائل وعي. جميل جدا، الله يعطيك العافية. دائما احنا لما نتكلم نشوف عن الاحتيال، ترى انا ما اتكلم عنه فقط ان احتيال هو اكثره مالي، اوكي، يعني بالاخير هو مالي، ممكن يكون جنائي، لكن في جنائية وفي اشكال كثيرة. لكن لما نتكلم، سؤال قبل شوي ودي اضيف على موضوع المنظومة العدلية، احنا عندنا طبعا في المملكة في انظمة رادعة وجدا ممتازة في موضوع اللي هو الجرائم المعلوماتية اللي تدخل تحتها جميع أنواع العمليات التقنية واللي تصير عن طريق الويب. لكن احنا دائما نحرص نقول ليش نصل للمرحلة هذه، خلينا نكون جاهزين قبل، وهنا يأتي موضوع التوعية. فأنا لما أشتغل على موضوع التوعية أقول للناس بداية اعرف أنت مع مين تتعامل. لما يجي لك دائما اتصال من شخص معين، وبتكلم بوضوح يعني عشان نعطي أمثلة عشان تصل الصورة إلى المتلقي بشكل واضح، يقول لك أنا محمد من بنك الفلاني اللي أنت تتعامل معه، البنك هذا يجي يعطيك معلومات ويقنعك بطريقة معينة أنه هو فعلا تبع البنك، يعلمك إيش الحساب تبعك وإيش نوع الحساب وإيش رقم الحساب والبطاقة اللي عندك متى بتنتهي، فعنده معلومات كاملة. كيف وصل لهذه المعلومات؟ هذه مشكلة ثانية، أنه طريقة تسريب بيانات من أي جهة كانت، سوق سوداء، سوق بيانات سوداء قاعد ينبع، فبالتالي هو يكون مقتنع تماما. دائما البنوك تحذر، برضو البنوك ترى عندنا مركز الاحتيال المالي يحذرون دائما من موضوع اللي هو انه لا تتعامل معاهم. انت لما يجيك اتصال من شخص معين يقول لك انا من البنك الفلاني، ترى احيانا حتى يتصل عليك من رقم البنك،
صح. يظهر عندك رقم البنك، فانت خلاص تصير في موضوع اللي احنا نسميه الاصطياد الالكتروني. في برامج اقدر احط رقمك واكلم. جدا جدا. وترى على فكره ساما البنك المركزي عمل حملات كثيره عن هذا الموضوع، عن هذا الموضوع، ووعوا الناس، يعني في توعيه، بس ما زال في جهود استاذ صلاح، لكن ما هي المأموله للامانه. في جهود بذلت من البنوك، من ساما، من البنك المركزي عفوا، انه ساما كل الجهات بذلت جهود، لكن في موضوع التوعيه انت يعني يركزون على موضوع اللي هو التواصل الاجتماعي مثلا، يركزون على موضوع يجب ان تصل للناس. ترى احنا مش بس المملكه الحمد لله يعني مساحتها كبيره ومتراميه الاطراف، والناس اللي ينخدعون في قرى، يعني الانترنت واصل للقرى، فلا بد انك تصل للجميع، ليس عن طريق فقط منصات التواصل الاجتماعي، لا بد ان يكون وصولك وتوعيتهم بشكل مباشر. فاذا بنوعي الناس نقول لهم احنا اول شيء خليك واعي، لما يجيك اتصال تاكد وتحقق تماما انه هذا الشخص يمثل الجهه اللي اتصلت عليك، تاكد تماما دائما نقول انه لا يوجد اي جهه ايا كانت هذه الجهه يطلب منك رقم وصلك في رساله، اي جهه ايا كانت، دائما لما يقول لك في رقم وصلك برساله عطني اياه مباشرة أنهي الاتصال. تمام؟ ممتاز، هذه أول رسالة توعوية. أي، فهذا الرقم لا يطلب أبدا من أيا كان. لما يجيك شخص مثلا يقول لك أنه يحتاج، خلينا ندخل على موضوع اللي هو الجانب، يدخلون عليك أحيانا في جانب الصحة، في جانب التعليم، في جانب اللي نسميه إحنا وكالات، أنك تسوي له وكالة معينة. طبعا هو ما يجيك مباشرة يقول لك سوي له وكالة، هو لا، هو يقول لك أنه فيه رابط يبغى يجيك بعد ما يقنعك بموضوع مختلف في تخصصك، اضغط على هذا الرابط. فأنا أقول دائما النقطة الثانية أو التوعوية الهامة، لا تضغط على أي رابط يجيك إلا بعد التحقق، وأنه أنت واثق من الشخص اللي أرسل هذا الرابط اللي قاعد يصل لك. الروابط فيها مشاكل كثيرة، حتى أحيانا في موضوع أنك ممكن تضغط رابط ويكون يستخدم جهازك كأنك أنت اللي تستخدمه، ويشغل كاميرتك وكأنك أنت اللي مشغل هذه الكاميرا، يشوف أنت وين، يشوف أنت وين رحت، وين جيت، يشوف الأرقام اللي قاعد تدخلها، خلاص أنت أصبحت جزء منه. فدائما نقول نحذر أيضا من الروابط. أيضا نكون حريصين في موضوع اللي هو، هنا نتكلم عن وثائق الحماية، خلينا نتكلم في المنظمات. لما أجي مثلا أنت مديري يا أستاذ صلاح وأنا موظف عندك، وعندنا في بعض المنصات الرسمية، هذه المنصات تكون منصات حساسة جدا، فيعطى اسم المستخدم وكلمة المرور للمدير أو الشخص المسؤول الأعلى في الجهة. إيش يسوي هو؟ طبعا ما هو فاضي، مشغول، فدائما إيش يسوي؟ يجي يعطي هذه البيانات إلى سكرتير أو شخص متخصص عنده أو مستشار أو أيا كان. طيب، هل يوجد وثيقة حماية بينك وبينه تحميك أنت كمسؤول؟ وثائق الحماية مستهان فيها بشكل كبير في الجهات والمنظمات. طيب، ودي تعرفها بس بعد الفاصل. أبشر. وبروح لك الدكتور عبد الرزاق بعد الفاصل عشان تعرف لي الهندسة الاجتماعية، مصطلح جميل ودي تشرحها للناس. أبشر. بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل، نكمل بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا. اهلا بكم، اهلا بمن انضم الينا. انا نتحدث عن الاحتيال في الذكاء الاصطناعي، اليوم صاروا يستخدمون الصوت والصوره وصاروا متطورين جدا. ورحب مجددا بالمستشار التقني الاستاذ عصام بن عبد الله القبيسي، وهو خبير الامن السبراني، حياك الله. الله يحييك. لا ننسى الوثائق الحمايه. ابشر. وايضا الدكتور عبد الرزاق المرجان، وهو رئيس مركز الجرائم السبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حياك الله يا دكتور عبد الرزاق. الله يحييك ويبارك. معي على الهاتف المهندس ماجد الشيري، والمتحدث الرسمي لسدايا، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. مهندس ماجد، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور، وحياكم الله أنت وضيوفك. الله يسلمك. طبعا يا مهندس، لا يمكن أن احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ما تدخل سدايا، فشكرا للمشاركة. شاكرين ومقدرين لدعوتكم. التطور التقني في الذكاء الاصطناعي وين وصل؟ الفترة الماضية شهدنا حقبة غير مسبوقة من التقدم التقني ونمو الابتكار في الذكاء الاصطناعي. هذا النمو يعني أدى إلى تعزيز عملية صنع القرار والأتمتة وتحليل البيانات وكثير من الخدمات اللي يقدمها الذكاء الاصطناعي.
الآن الدراسات تشير في العالم وليس في المملكة أو في المنطقة أنه حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم يتوسع ويتزايد، وقد يعني يصل في بعض الإحصائيات إلى أكثر من نصف تريليون دولار في الوقت الحالي. كثير منها استثمارات في شركات ناشئة وشركات متوسطة تتحول، وغيرها من الاستثمارات الضخمة والهائلة في هذا السوق. طبعا هذا التحسن التقني، هذه الأرقام الضخمة، أيضا حتى وجود الأشخاص والعقول في العالم المهتمين بهذا المجال سواء التقني عموما أو الذكاء الاصطناعي يرفعون من مستوى الخبرات وتنسيق هذا الابتكار التقني بمضمون أخلاقي لأنه يتكون مستقبل جيد نتعايش فيه بين تقنية متقدمة وأيضا إنسانية تستفيد من هذه التقنية. فكل العوامل هذه أثرت بشكل كبير أنه مع التحسن في التكنولوجيا العامة هناك تحسن في استخدام واستفادة من الذكاء الاصطناعي. طيب كيف واقع مكافحة الاحتيال اليوم مع التطور الهائل اللي انت قلته ونصف تريليون دولار في الاستثمار، وتطور هائل جدا نشوفه يعني بالعيان، لكن نشأ الاحتيال هذا كيف نكافحه؟ فعلا يعني اليوم في هذا العصر الرقمي هناك الكثير من التحديات الموجودة، والذكاء الاصطناعي يقف كحارس قوي ومهم ضد هذا الاحتيال. يعني الذكاء الاصطناعي يستطيع أنه يكشف بسرعة وبدقة بواسطة تحليلات تنبؤية، بواسطة تعرف على الأنماط، عن محتالين، عن طرقهم في الاحتيال، يشرح الحالات الشاذة لاستخدامهم للتقنية، يرفع من موثوقيتنا والأمان في حال استخدام التقنية في مختلف القطاعات وليس فقط في قطاع أو قطاعين. معظم القطاعات تستطيع أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي الكشف عن الاحتيال سواء في القطاعات المالية، في القطاعات الصحية، في القطاعات الغير ذلك. هناك أيضا قوة كبيرة جدا تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي لما يكون هناك حاجة للعمل على بيانات ضخمة بشكل مستمر، وأيضا هناك حاجة إلى تقديم إجراءات وحلول فورية بشكل مباشر لاتخاذ القرار. هنا دائما التدخل بين الذكاء الاصطناعي وتحت الإشراف البشري ووجود العامل البشري للمراجعة والاعتماد والاتفاق على دقة البيانات، هذه دائما تعطينا أفضل نتيجة وأفضل إجراء لمكافحة الاحتيال. طيب بما أن الحلقة توعوية بامتياز بين الثلاث العناصر الشهيرة اللي هي التقنية والمستفيد وأيضا الشخص اللي قاعد يحتال ووظف التقنية بدل ما يوظفها لصالحه ووظفها في الاحتيال، وش تقول سدايا للناس اللي يسمعونا الآن لنعزز ذكاء اصطناعي آمن؟ طبعا احنا كلمتنا دائما انه الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنية الآمنة هي غاية دائما نسعى لتحقيقها. طبعا في الجانب التنظيمي وهو بداية الأمر، دائما هناك حاجة مستمرة للعمل على لوائح وسياسات ومتابعة تنفيذها لضمان سلامة المستخدم واستخدام أيضا الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشفاف، بحيث أنه نضمن أن الخوارزميات الموجودة داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة وأيضا تقدم نتائج صحيحة ويستخدمها أشخاص موثوقين. في الجانب التقني هناك حاجة مهمة جدا لأمرين، أولا تنقيح المدخلات وهي البيانات، تدقيقها وتحسينها، وأيضا هناك اهتمام في المخرجات التي تصدر عنها ومراقبتها وحوكمة الجانبين سواء المدخل أو المخرج. هناك الحمد لله في المملكة هناك التزام سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام في تطوير ذكاء اصطناعي أخلاقي غير متحيز مسمم بطريقة آمنة شفافة لتحقيق رفاهية للجميع وأيضا استخدام صحيح للتقنية. يعني يمكن أختم بأنه الحمد لله المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي أطلقت وثيقة لمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العام الماضي 2022 في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي. فهذه المبادئ بإذن الله ستسهم بتسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات، وأيضا هناك جهود قائمة يعني مؤخرا كان في إعلان عن إنشاء مركز مستقل في المملكة العربية السعودية في الرياض
باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وهذه الجهود بإذن الله تجتمع سوية وتحقق التعزيز للذكاء الاصطناعي الآمن. المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك. أستاذ عصام، تكلمت على وثائق الحماية. نعم. هي سرية المعلومات الـ NDA تقريبا. يا احنا نتكلم عن وثائق الحماية اليوم. دائما هذه الوثائق أول شيء تحمي المنظمة بشكل كامل، وكيف المنظمة تسير في موضوع اللي هو الجانب التقني، كيف راح تكون اللي هو العلاقة بين. أنت كنت تقول أنا بعطي سكرتيري معلومات وكذا وأعطيه معلومات بنكية أعطيك من غير ما أوقع معه وثيقة عدم أفصاح أو وثيقة الـ NDA أو التفويض نسميها إحنا، وثيقة تفويض الصلاحيات منك للموظف نفسه. هذه لما هو يسيء استخدامها أو يبيعها لا سمح الله أو كذا أنت تقاضي. أي أنت الحين المسؤول عن البيانات، دائما إحنا وين المشكلة تكون موجودة؟ المسؤول عن هذه البيانات الشخص اللي سلم له هذا الحساب. هو المسؤول أمامي، وحنا عندنا المسؤولين يعني قد يأخذها بطيب نية أو بثقة من الموظف، وإحنا ترى برضو الثقة إحنا نقول في الجانب التقني، وهذه رسالة توعوية أخرى، لا تثق في أحد أبدا، يعني لا تعطي رقمك السري لأي كان، لا تعطي بياناتك لأي كان. فيجي يعطيه هو موظف عنده، يعطيه هذه البيانات ويقول له خلاص أنت ابدأ ادخل وارفع الملفات وإلى آخره. فلابد أن تكون هذه العلاقة اللي تمت وهذا الإجراء اللي تم بينك وبينه كله مكتوب وفي تفويض، ومين المسؤول ومين اللي يستخدم هذه المنصة. تمام. أوكي. فأنا أسميها الآن تفويض الصلاحيات. إحنا لما نتكلم برضو أيضا نفس الموظف الذي يعطى بريد رسمي، الآن البريد الرسمي الامتداد .gov.sa هذا موظف حكومي في المملكة العربية السعودية، فلما يرسل لأي منظمة خارجية معترف فيها أنه يتبع على نطاق آمن في المملكة العربية السعودية ومثلها، إحنا كل الموظفين الآن يعطى هذا البريد، لكن هل عرف إيش حقوقه؟ إيش له؟ إيش عليه؟ إيش أهميته؟ إيش أهمية؟ كيف يتعامل مع هذا البريد؟ يعني هذه رسالة مش للناس فقط، هذه رسالة من عصام القبيسي لكل الجهات الحكومية. نعم. اللي على النطاق السعودي gov.sa أنه عطوا موظفينكم أهمية الـ هذا البريد الهام. لابد أيضا الآن هو لو جاي يسلمه مثلا كاس أو يسلمه قلم أو يسلمه دفتر يخليه يوقع 10 ورايق، لكن يسلمه بريد إلكتروني، والله عهدة صح، لكن يسلمه بريد إلكتروني رسمي يمثل فيه هذه الجهة، ما يعطيه ما في بينه وبينه أي توقيع. فاللي ما يعطي هذه رسالة مهمة من عصام. تكلمت دكتور عبد الرزاق عن الهندسة الاجتماعية، تعرفها لنا؟ طبعا هي فن من فنون جمع المعلومات والبيانات سواء الشخصية أو الحساسة من قبل الضحية، كما ذكرت أنت هو مثلث ضحية مجرم وفرصة احنا نسميه، سواء استخدم التقنية أو ما ذلك، فهو كيف أستطيع أن أجمع المعلومات حتى أستطيع أن أحقق القرض منها والاستفادة منها لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، سواء دخول حسابات، سواء جمع أموال، سواء أخذ الأموال بطريقة غير شرعية، معلومات ابتزاز، كلها تبدأ من اللي هو الهندسة الاجتماعية. وهذا علم طبعا علم عسكري هو، ولكن وظف كما ذكرت لك والتوظيف من مجرمين بحيث أنهم يجمعون معلومات من الضحايا عن طريق السوشيال ميديا، لأن احنا نتكلم على السوشيال ميديا الآن أصبحت تحول كبير في البيانات. أنت الآن الذكاء الاصطناعي متى جاءت أهميتها؟ جاءت أهميتها بسبب شيئين، أول شيء البيانات الضخمة، لأن الآن أصبح المجتمعات جميعها تنتج بيانات، وهذه البيانات متواجدة وأكثر من البيانات الموجودة لدى الحكومة. الحكومة لا تستطيع، لم تمتلك البيانات، الآن أصبحت البيانات لدى الشركات الكبيرة جدا، وأصبحت كذلك التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا، المعالجات سريعة جدا تستطيع أن تقوم وتتعامل مع هذه البيانات وتعالجها بشكل سريع جدا. فأصبحت الآن الاستفادة من الطرفين، من المجرمين ومن الجهات الحكومية للاستفادة منها في تسهيل إجراءاتهم. فأنت في حرب، في سباق، من هو يسبق أكثر ولصالح من؟ طبعاً يعني أنا لو أشرح، ما شاء الله عليك دكتور عبد الرزاق، أنت تحكي بلغة يعني ودي أبسطها، لغة علمية لكن أبغى أبسطها، أن الهندسة الاجتماعية، وصحح لي تكفى، الهندسة الاجتماعية أن يهندسك أنت وتصبح أنت اللي قاعد تتفاعل وترسل المعلومات رغبة منك، صح؟ بالضبط. هندس راسك، قال أنا فلان موظف البنك، إيوه زي ما قال الأستاذ عصام، وترى حسابك كذا، أوه ممتاز، فأنت قاعد يعطيك وثقت معلومة. بالضبط. فهندسك لين أنت اللي زودته ترى خوي اللي أنسرق الواتساب حقه
قال شباب لا أحد اخترقوا حسابي. قلت له ما أحد اخترق حسابك، أنت اللي معطيه بنفسك. صحيح. هذه نقطة مهمة. وبعدين يوم خلصنا كلمني قال وش دراك أني معطيه؟ قلت له ما في أحد يعني ممكن يخترق صحيح. واتسابك يعني. لو في أحد يخترق الواتساب يا أخي بيخترقون أبشر وبيخترقون ما في اختراقات، في هندسة لعب عليك وانت اخذت الرقم السري واعطيته وسحب واتسبه على جهازك جهازه هو وقام يراسلنا ارسلوا ارسلوا، فهو سوى هندسه اجتماعيه. صحيح. انا بس باكد على كلمتك المهمه، الان في اختلاف في التعريفات. انت الان اذا سربت الرقم السري البنوك لا تعترف بها ولا تعرفها كاحتيال مالي. اها، لانك انت اللي ارسلت. هذه نقطه ترى مهمه جدا، وفي كثير يقول لك والله نزلت، هي ما نزلت الجرائم قرصنوني. هي هم ضحكوا عليك واصبحت الان التعريف لدى البنك يختلف عن تعريفك، لان الاحتيال المالي لدى البنك هو انك ما اعطيته الرقم وانه دخل عليك بطريقه غير مشروعه واخذ، لكنك انت افصحت بالرقم. صحيح. انت من اعطاه الرقم، انت من سمح له بالدخول الى حسابك الشخصي، فهنا لا يعترف فيها كاحتيال مالي. فلذلك عندما تتواصل مع البنك وتقول له احتيال مالي وتشرح له يقول لك هذا ليس احتيال مالي. اثبت كلامك، انا قاعد عند فضل. موظف بنك عشان يعني خدمه ما، وكان فيه ضجه وكان فيه ازعاج وانا ما احب الازعاج بصراحه، فقلت له بأرجع لك بعدين. قال أوكي. ويوم جاي يكلمني أسمع فيه واحد ماخذين منه مليونين يقول قرصنوني والبنك وكذا. قلت له معقول أنه أحد قال له؟ هو اللي متفاعل وتهندس وأعطاهم الرقم وسحبوا فلوسه وكذا، وبعدين رايح للبنك يقول لي ما تحموني. طب كيف أحميك وانت اللي معطيهم البيانات؟ صحيح أنه ضحك عليك، صحيح أنه يعني كان أذكى منك بمراحل، بس لازم أنت في النهاية تكون واعي. أنت ذكرت كلمة مهمة، قرصنوني، هي قرصنة الشخص وليس قرصنة النظام. صح. هنا في فرق. فأنت قرصنك يعني يعني إحنا لما نقول لك أنت اجتماعي سيكولوجيا هو أخذ منك أنت، ولكن النظام آمن، النظام لم يتم اختراقه، النظام لم يتم الدخول الغير مشروع. المشكلة لأن نتكلم عن الدخول غير مشروع. المشكلة في انطلاء الحيلة على المستخدمين. صح؟ صحيح. وفي طيب. نقطة مهمة ثانية برضو الاحتيال، برضو خلينا نقول لك برضو يتحمل الجانب البنك في بعض الأمور، مثلا في بطاقة الكريدت كارد عندما تكون مسافر خارج المملكة، هنا تكون حنا نسميها ريلاكسينج، في ريلاكسينج أو خلينا نقول لك الحماية تنزل، لأن ما يجيك التحقق الثنائي في بعض الدول. هنا يتم التلاعب وأخذ من حسابك. هنا قد يكون أنت مالك أي ذنب في أن تم الاحتيال عليك، فاحتيال الأنواع هنا تقع فيه هناك مسؤولية على البنك. صح. تقع مسؤولية على الأفراد. طيب. تقع مسؤولية على عدة جهات يعني مختلفة، فلذلك لابد برضو أن نعيد يعني التعريفات. باقي دقيقة بقسمها 30 ثانية 30 ثانية. وش تقول للمستمعين في نهاية الحلقة؟ أنا ودي طال عمرك أول شيء أشيد فيك أبو طلال، أنت ما شاء الله خبير يبدو لي في الجانب التقني، فقاعد تعطينا أشياء وزودتنا بأشياء إحنا استفدنا منك اليوم. الشغلة الأولى ودي أعقب على كلام الدكتور، البيانات الموجودة لدى الشركات هذا تحدي كبير جدا، وحقيقة أنا في أكثر من ظهور أتكلم عن موضوع أنه ليش بياناتنا موجودة عند الشركات يا جماعة الخير. هذا يعني شيء يعني مؤسف، وإحنا عندنا قدرات وعندنا إمكانيات والحمد لله المملكة يعني في تطور مذهل في البيانات الخاصة فينا، ليش تكون خارج المنظومة تبعنا؟ الشغلة الثانية اللي ذكرها الدكتور اللي هي أو ذكرتوها أنت يا أبو طلال على موضوع لما قال قرصنوني، ما قرصنوك أنت لما فتحت التطبيق وعطاك شروط الاستخدام اللي طولها من بداية الاستوديو لآخر الاستوديو ما قريتها، ضغطت موافق على طول. صح؟ صح. فأنت ضغطت موافق معناته أنه أنت سلمته، يعني قلت موافق أنه الرقم السري مسؤوليتي وموافق أنه التحقق واستخدام التطبيق مسؤوليتي. وبرضه ترى في عقود إدعانية ما ترى إلا بالمجهر، يعني عشان ما نقول البنك أنه كويس في بعض الشروط يعني إدعانية. أتفق معك، فلذلك إحنا يجب أنه مثل هذه الشروط الإدعانية أنه توقف. أقول لا، المخرج بيطلع لي مع سماعة. طيب أنا بس في الأخير كذلك أؤكد أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، أقامت قبل أسبوع برنامج ملتقى في الذكاء، استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، وكان أحد المواضيع اللي تم مناقشتها استخدامات الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مشروعة. اتضح أن في 2025 ستكون هناك ارتفاع الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم السبرانية 10 تريليون دولار أمريكي في 2025. فأنت تتكلم على
أرقام ترتفع بشكل عالي جدا على مستوى العالم. لذلك وضعت إلى أنها تقوم ببناء القدرات الأمنية والمساهمة في بناء القدرات الأمنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وجرائم الذكاء الاصطناعي، لأن هذه من أهم الأمور التي تمنع أو تحد من هذه انتشار هذه الجرائم. الأستاذ عصام بن عبد الله القبيسي، خبير الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي ومؤسس وثائق حماية، شكرا جزيلا. يا هلا والله، الله يعطيك العافية، تشرفت، إن شاء الله كنا خفيفين عليك. بالعكس، أحلى ضيفين، الدكتور عبد الرزاق المرجان رئيس مركز الجرائم السبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العلوم الأمنية، شكرا لك، شكرا للحضور. شكرا لك أبو طلال على هذه الحلقة الرائعة، وأكرر شكري على استضافتكم لنا. بنجيكم إن شاء الله. نصيحة، في شباب عاطلين يبحثون عن وظائف، يجيك واحد محتال من خارج المملكة يعلن ترى بعطيك 10% وأنت محصل داخل المملكة، يستخدمون حسابك وأنت اللي ترسل الفلوس اللي تجيك هي الاحتيال اللي على عبد الرزاق وصلاح وإلى آخره، أنت جزء من العملية. انتبه، لا تتوظف عند أحد إلا خبير ومعروف في وزارة التجارة، لأنك بتتساءل عن كل الأموال اللي تصدر إلى حسابك. يقول لك تأخذ 10,000 خذ منها 1,000 ويحول الباقي، وين تحوله؟ على الحسابات خارج المملكة. لما يجونك يلقون المحتال ضحك عليك وحولت له الفلوس وهو خارج المملكة وأنت الضحية. هذه نصيحة ذهبية لكل اللي يشوفنا الآن، انتبه، حسابك وجوالك مسؤوليتك أنت فقط، لا تذهبوا بعيدا. بعد الفاصل نرجع لكم. يزيد السالم هو شخص من المنتخب لفريق الشارع السعودي اللي انضم حديثا، اللي ان شاء الله انا بحكي عنهم في وحده من الحلقات عشان تعرفونهم، بدايه من رئيس تحريرنا نور الربدي والشباب اللي يشتغلون. يزيد اعد لنا هالتقرير، الفقره هذه هي من صنع الشباب اللي في التقارير، عن خلف العطيفي وهو حرفي هاوي لصناعه معدات الصقاره. خلنا نشوفه. انتصر على ضرارة البصر وحالف الحياة بثوب الإرادة وقال أنا لها. العزيمة هي اللي خلتني أتحدى كل شيء. بدأ حرفتي منذ القدم وتعلمها من خلال مجالستي لكبار السن حتى أصبحت مصدر دخله الأساسي. فقد بصري في سن 9 من عمره بسبب مرض الرمد. بعد أول سنة أصبت بهذا المرض بنظري، فقدت النظر والحمد لله عاد ما استسلمت، مسكت الوراثة هذه استورثتها عن أبائنا وأجدادنا ونجحت بها الحمد لله، ترزق الله بها. هذه مسمى شبكة حمال، هذا تجي على ظهر الحمامة والخيط هذا من تحت، هذا من تحت جناحها ويربط برجلها من تحت، وذن ينزلونه كذا يصير إيش فراطي، لما يجي يضرب الطير يهد عليها هذي اللي يمسكني. والله هذه هي يدي اليمنى، هي اللي مساعدتني بكل شيء، يعني لولاها ما أقدر أروح وأجي، ساعدوني. والله أنا أبوي لو بعيوني يعطيهني ما يغلن عليه. كنت كثيرة أسئلة عن الشبكة الصيد، لأني كنت أسأل أقول له يبا أنت ليه ما تشوف، كنت أسأل بس مار يقول الله كان يبي كذا، فكنت طيب ليه أنت اشتغلت كذا، هذه ليش، طيب جيب لنا طير. كانت أسئلتي يعني كانت عفوية جدا، وإلى أن أبوي كان أكثر وحدة حريص أنه يعني يجاوب على أسئلتها هي أنا بالبيت. شاف حرصي وعلمني بعض الأشياء، كنت يعني بعض الخيوط يعني أفتلها له، بعض الأشياء البسيطة قاعد أساعدها فيه، مثلا السيم اللي يستخرجه هو من الكفرات، هو يستخرجه أساعد أنه يحك السيم عشان هو اللي يعمل فيها شبكة الصيد. فكنت أساعده بالمهنة هذه بأشياء بسيطة كانت تخليه يحس بقربي منه. شاف حبي للحاسب الآلي، كان يجمع ريال على ريال من شبكة الصيد عشان يجيب لي لابتوب. كسبت أعماله شهرة واسعة تعدت حدود السعودية، فأصبحت شباكه حديث الصقارة وهوات صيد الصقور، أصالة فنية مرتبطة بهويتنا السعودية
من الماضي إلى الحاضر. صنع بالسعودية والأيادي سعودية. لبرنامج الشارع السعودي يزيد السالم الرياض. عم خلف ذكرتني بمقولة الأمير محمد بن سلمان الشهيرة اللي يقول المواطن السعودي لا يخاف، لا يخاف من الصعاب، لا يخاف من العمى، لا يخاف من فقدان الرزق لأنه متوكل على الله. علمتنا يا عم خلف أن ما فيه مستحيل. شكرا لك. ولاحظوا أنه هذا المواطن اللي في معرض الصقور، وأنا أقول شكرا وبيض الله وجيهكم اللي ينظم معرض الصقور، أنكم جبتونا مثل العم خلف عشان يعيد الأمل للناس. كل اللي يشتغل عليه هو صناعة سعودية. كل يوم إن شاء الله بنشوفكم من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد إن شاء الله، مع حلقة جديدة ومواضيع جديدة وحلقات ترفع من المعنويات، واللي هو الهدف الأساس من برنامج الشارع السعودي. كونوا في الموعد. أنا صلاح الغيدان أقول لكم وزملائي في أمان الله.